اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة السيد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في الدورة العشرين لمنتدى حوار المنامة 2024 وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية وما يشهده من تطور ونماء يعكس حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع الوكاله في المجالات التنمويه وبناء القدرات الوطنيه في مجالات الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النوويه بالاضافه الى مناقشه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك